بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وقال الذين لا يعلمون، لا يعلمون عن كتاب فيهم لأنهم كانوا مشركين، وهؤلاء يراد بهم كفار قريش. حينما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم الله، ومعنى أن يكلمهم الله أن يسمعوا كلاما من الله كما سمع موسى كلام الله، فيقول لهم: يا قومي إني قد أرسلت لكم محمدا رسولا. ولأنهم لا يعلمون قالوا ذلك القول، لأنهم لو علموا لعرفوا جيدا أنه لا يمكن لطبيعتهم أن تتلقى عن الله مباشرة، لأن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن فالذين يعلمون يعرفون جيدا كيف يكلم الله خلقه، وما كان للبشر العادي غير المصطفى أو غير المؤهل للتلقي عن الله أن يكلمه الله، ولذلك جاء بالصور التي يصلنا بها كلام الله إلا وحيا إلهام خاطر أو من وراء حجاب كما كلم موسى، أو يرسل رسولا ليقول لكم ما يريد. أما الاتصال المباشر فذلك أمر تحيله طبيعتكم مع قانون خالقكم. وقلنا سابقا أننا كبشر نعرف هذه القضية، وهو أنه من المحال أن يتلقى الضعيف عن القوي، حتى في الماديات التي ابتكرها العقل البشري بطموحاته. ضربت مثلا مرة فقلت: هب أن عندك تيار من الكهرباء، وأنت تريد في الليل أن لا تضيء البيت حتى لا يفسد عليك سكون الظلمة، ولا تريد أن تتعثر حين تستيقظ، فلا بد من وجوء ضوء إلا أنه خافت. فنستعمل كلمة والناسة أو كلمة سهاري لتعطينا الضوء المناسب ولو إلى أن نشعل النور، وتمنع الضوء الفاقع حتى لا يفسد علينا سكون نومنا. لا يتأتى ذلك من التيار مباشرة، لأن التيار قوي والوناسة تحتاج إلى قوة ضعيفة. فصنعوا ماذا؟ صنعوا الترانسفور، يأخذ من القوي ليعطي الضعيف. فإذا كان ذلك في صنعتكم البشرية، ضعيف لا يأخذ عن قوي إلا بواسطة، وبواسطة معدة لذلك، تتلقى من القوي لتعطي الضعيف، والله قوة القوى وأنتم خلقه ضعاف. إذن فلا بد أن يصنع الله في الوساطة بينه وبين خلقه وسائط متعددة، ولا أقول واسطة واحدة، بل واسطة من الملأ الأعلى من الملائكة يعطي لواسطة من الصنف الأعلى من البشر، فالأعلى من الملائكة يأخذ من الله ليعطي الأعلى من البشر، والأعلى من البشر يلتقي بكم ويعطيكم.
إذن فلو أنهم كانوا عالمين بهذه القضية ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا لما قالوا هذا القول. ولذلك قالوا لولا يكلم عبد الله ابن أمية بيقول أنا عايز ربنا يرسل لي كتاب يقول لي يا عبد الله إنني أرسلت لك محمد رسول. طب وإذا كنت يا عبد الله أهلا لأن يخاطبك الله بهذا الكتاب أو بهذا الكلام، أتحتاج إذن لرسول؟ إذن يكلفك الله، عدل كده وتنتهي المسألة. إيه لزوم الإيه الوسطى؟ ولذلك هناك في الوسائط المتعددة من الملأ الأعلى رسول ومن البشر الأعلى رسول، يقول لك إيه؟ يقول لك الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، علشان يعطي لمين؟ علشان يعطي للناس. إذن الذين لا يعلمون يقولون هذا، ولكن لتعلموا أن الذين علموا استووا مع الذين لا يعلمون، أن طبيعة العناد واللجاجة والجحود هي المسيطرة والهوى، وإلا كان يجب أن يكون هناك فارق بين من لا يعلم ومن يعلم. وما دامت تشابهت قلوبهم في الأهواء فيستوي من لم يعلم مع من علم وركبه اللجاج والجحود والعناد. لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كما قلنا، ومع ذلك حينما يطلبون آية من الآيات غير الآية التي أنزلها الله وهو الكتاب المعجز، يريدون آية كونية آية حسية من الآيات، قالوا ليه؟ أو ترقى في السماء، قالوا بعد أو ترقى في السماء، قال لك لا صعبها شوية، ما يمكن يطلع في السماء، صعب المسألة شوية. قالوا ماذا؟ ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. يبقى ما اكتفوش بأن ترقى في السماء، بل طلبوا مع الرقي كتاب ينزل معه علشان ايه؟ يقرأه. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، وأنتم معذورون أن تقولوا ذلك لأنكم لستم على علم. فما عذر هؤلاء الذين هم على علم وهم يعلمون أن الله لا يمكن أن يكلم بشرا إلا بالطرق التي قالها؟ تشابهت قلوبهم. إذن فالنبع لكل حركة سلوكية أو حركة جارحية إنما هو القلب. القلب هو اللي بتصدر عنه دوافع الحركات، وما دام القلب غير خالص الوجهة لله بل الهوى هو المتحكم، يبقى يستوي من يعلم ومن لا ومن لا. تشابهت قلوبهم. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إذن ما الذي حملكم على أن تطلبوا آيات؟ تطلبون آيات غير الآيات التي بيناها لكم، والآيات التي بيناها لكم كافية لمن عنده شيء من اليقين ويكفيه ما يرجح علمه باليقين. فما هو اليقين؟ اليقين قلنا سابقا استقرار القضية أو استقرار النسبة في القلب، استقرارا لا يحتمل الزعزعة ولا الزلزلة، ولا يمكن أن يخرج مرة ليطفو إلى العقل ليناقش من جديد، يبقى اسمه إيه؟ يقين. واليقين يتربى كما قلنا أيضا، يتربى إما من إخبار من تثق به، تبقى قضية يقينية. إذا قال الله قلنا حق، قال الرسول يبقى قلنا حق. ولذلك صديقية الإيمان في سيدنا أبي بكر رضي الله عنه لما قيل له إن صاحبك يحدث أنه صعد به إلى السماء وذهب إلى بيت المقدس في ليلة، ماذا قال؟ قال إن كان قد قال فقد صدق. يبقى أكن اليقين هنا تربى من ماذا؟ من إخبار من تثق به.
وهنا نسميه كما قلنا اذكره، نسميه علم يقين. علم يقين يخبرك من تثق به بقضية فيستقر علمها في ذهنك استقرارا يقينيا لأنك جربت قائلها أنه صادق دائما فأمنته على الخبر. وقد يرتقي هذا الأمر إلى أن يصير عين يقين. انت خدت كده بالإيه؟ علم. لا، انت ستراه إيه؟ عين، تشوفه بعينك. إلا أن رؤية عينك له رؤية إجمالية، وبعد ذلك تدخل في حقيقة جزئياته فتنتقل من عين اليقين إلى حقيقة اليقين. يبقى كم مرحلة إذن لليقين؟ علم، عين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. نحن نقول لكم ان فيه جحيم، فيبقى صدقنا يدل على ان في علم يقين بان ايه؟ فيه جحيم. ثم لترونها عين اليقين، هتشوفوها خلاص. هنا رحمنا الله ايها المؤمن من ان نعرفها حقيقة اليقين، لانه لا نعرف حقيقة اليقين الا ان دخلناه. يوم يكتفي هنا بالايه؟ علم اليقين وايه؟ وعين الايه؟ اليقين. لكن عين اليقين تأتي في ايه؟ في شيء اخر. واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، ان هذا لهو حق اليقين. يبقى في النار المؤمن عوفي من ايه؟ علمها يقينا باخبار الله، ورآها يقينا حين يمر على الصراط وهي على هو على متن جهنم، مش كده؟ ولكن الكافر هو الذي يصلاها ايه؟ حقيقة الايه؟ حقيقة اليقين. يبقى ايه؟ إذن فالآيات التي أنزلها الله تأييدا لصدق رسوله في بلاغه عن ربه كافية للعقل الفطري غير المعاند. لأن أما المعاند فعنده قضية في ذاته، قضية خضع لهواه، فلا يمكن أن يقنعه إيه؟ أن يقنعه شيء. إذا كان هؤلاء الذين عندهم كتاب قالوا ألا نقوله نحن، يبقى له عذر ولا لا؟ يبقى إذن أهل الكتاب تحملوا إيه هنا؟ تحملوا أمرين، أمر ضلالهم في سؤال هذه الأشياء، وأمر أنهم شجعوا غيرهم على أن يطلب هذه الأشياء. وكون الذي يعلم طلب مثل الذي لا يعلم، يبقى من لا يعلم له شبه عذر أم لا؟ ولذلك هو ذا هو معنى قول الله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وبعد ذلك يأتي الحق بعد هذا اللون من عرض نعمه على بني إسرائيل، ومن عرض مواقف التعنت واللجاج والمكابرة من بني إسرائيل مع الله قمة ومع الرسول تبليغا. لم يشأ الله أن ينهي الكلام حتى يضع القضية المتعلقة بمنهج رسول الله في الدعوة. اسمعوا قول الله بعد ذلك كله: إنا أرسلناك بالحق. إنا أرسلناك بالحق. هنا يجب أن نلتفت إلى أن الله سبحانه وتعالى حينما يخبرنا عن قضية من فعله سبحانه يأتي دائما بنون العظمة، نون العظمة اللي احنا بنسمها ايه؟ المتكلهية للمتكلمين. ساعة ما يجي واحد يقول نحن مثلا ملك كذا امرنا بما هو ات، وهو واحد ولا لا؟ انما بيجمع له ايه؟ اسمها نون الايه؟ نون العظمة. نون العظمة كأنه لو فطن الناس الى نون العظمة لما استغنت موهبة عن موهبة، لأنه بيدي نون العظمة ده
يعني المفهوم فيها أنني لم أقل ذلك بفرضيتي وإنما بتكافؤ المواهب كلها، فالقرار الذي اتخذته كأنه قرار مأخوذ من مين؟ من جماعة مش فردي. وما دام القرار لما بيكون من جماعة مختلفة المواهب ومواهب متكاتفة يبقى قوي ولا مش قوي؟ قوي. فالله حين يخبرنا عن شيء فعله دائما يأتي بنون الايه؟ العظم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا نحن نزلنا الذكر. لكن ساعة يتكلم عن وحدته سبحانه وعن التوجه بالعبادة لا يأتي بنون العظمة عشان ينفي كل شيء معه، يقول إنني أنا الله فاعبدني، ما يقولش فاعبدنا بقى. إذن في كل ما يتعلق بفعله يأتي بإيه؟ وكل ما يتعلق بتوحيده وما يتعلق بالعبادة له يأتي بإيه؟ بالإفراد. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، ما قالش إلا نحن، ما قال فاعبدني، ما قالش فاعبدنا. ليه؟ علشان كتة القمة الوحدانية دي في العبادة تبقى هو لوحده. إنما ساعتها يجيء بالفعل بيطمنك إن الفعل ده جاي بنون العظمة، لأن الفعل من الله مش وليد قدرة لوحده ومش وليد علم لوحده ومش وليد حكمة لوحده ومش وليد رحمة لوحده، ده كل فعل من أفعال الله تكاملت فيه صفات الكمال المطلق لله لينشأ مستوعبا لكل رحمة ولكل حكمة ولكل علم ولكل عزة ولكل غنى ولكل قيومية. يبقى يجيب نون الايه؟ كأنها تكسير التي لله فأبرزت الفعل، لأنك قد تقدر ولا تعلم، وقد تعلم ولا تقدر، وقد تعلم وتغيب عنك الحكمة، وقد تعلم وتقدر وعندك الحكمة ولكن تفقد الرحمة لمن تشرع لهم. إذن ففي كل صفات كتيرة جاية، كل صفات. فساعة ما يقول إن، افهم إنه حينزل حاجة متكاتفة فيها مواهب صفات الكمال كلها. إنا أرسلناك، أرسلناك أهو يعني رسول بالحق. ما هو الحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ولا يتناقض، شيء إيه؟ ثابت لا يتغير ولا يتناقض. كيف؟ إذا رأيت حدثا أمامك ثم طلب منك أن تقول ما رأيت، فإن قصصت الخبر على ما رأيت ثم طلب منك بعد ذلك بشهر أن تقصه هتقوله هو. لكن إذا غيرت في جزئية، الجزئية لم تطرأ على ذهنك إلا ساعة أردت أن تكذب ولكن ليس لها واقع يجذبك إليها، فحين تخبر مرة أخرى تغيب عنك جزئية الكذب، تقوم تغير فيه شوية يبقى مش ثابت، يبقى متغير، يبقى مش حق ده بقى. ولذلك هذا السبب قلنا زمان إن كنت كذوبا فكن ذكورا، إن كنت كذوبا فكن إيه؟ ذكور. يعني اعلم جيدا ماذا كذبت اولا حتى اذا ما سئلت ثانيا تستطيع ان تقول مثل الذي قلت، والا فان اختلافك سيفضحك. نحن قد ارسلناك بالحق، اذا بلغ ذلك الحق، وما عليك ان يتبع الحق، انما انت مرسل لتبلغ ولتبشر ولتنذر. لأن البشارة قلنا الإخبار بشيء يسر زمنه إيه؟ آت، وعندك فرصة لتفعل. والإنذار يخبر بشيء يسوء ولكن فيه فرصة لنتلافاه. فالله أرسله مبلغا وبشيرا ونذيرا. مبلغ ما جاتش هنا، قال لك ما هي دي إنا أرسلناك إنا برسالة، يعني
وأيضا يبشر ماذا وينذر ماذا؟ يبشر مين وينذر مين؟ يبشر من آمن مش كده؟ بنعيم جنانه والمثوبة وإلى آخره. وينذر مين؟ طب آمن بإيه وكفر بإيه؟ يبقى إذن التبشير والإنذار مقتضي إيه؟ منهج يبلغ، فمن آمن به يبقى يبشر، والذي لا يؤمن به يبقى إيه؟ يبقى ينذر. إذن فلا تحمل نفسك فوق مهمتك، لا تحمل نفسك، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. ليه؟ لأن أنت ما عليكش هداهم، ليس عليك أن يتبعوا، وإنما عليك فقط أن تبلغ. لا تذهب نفسك عليهم إيه؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، مش كده؟ وسورة الشعراء بقول فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو أردت أن يؤمنوا قسرا ما استطاع واحد من الخلق أن يكفر، ولكني لا أريد الإيمان قسرا، لأن القسر يقهر القالب ولكن الإيمان يجذب القلوب. والله يريد القلوب لا القالب، وإلا فكم من جبار في الأرض حمل قوالب الناس أن تنفذ ما يريد قهرا عنهم، فقوالبهم مستجيبة وقلوبهم كارهة. حينما قولوا وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه إيه؟ ظل، وظنوا أنه واقع بهم. وبعدين ماذا قال الله لهم؟ خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوه بإيه؟ واحد يقول الله طب ما هو أرغمهم على الأخذ. هو فيه فرق بين الإرغام على أخذ المنهج كدواء، خذ الدواء دي، إنما كونك تتعاطاه أو ما تتعاطاش دي مترك لاختيارك بقى. وبعد ذلك هو حر في أن يستعمل الدواء أو لا يستعمل، مفهوم؟ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل عن أصحاب الإيه؟ مش هنسألك دول ليه ما أمنوش بيك، لأنني الله خلقهم مختارين في أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا، وما كان لك أن تفسد اختيارهم بأن ترهمهم على الإيمان، وما كان لي أن أطلب منك أمرا جعلته في اختيارهم. يبقى إذن قول الله لا تذهب نفسك عليهم حسرات، إيه المعنى في أنه بيجيبها؟ ده يدلك على الرحمانية والرحيمية في قلب محمد صلى الله عليه وسلم. حتى هؤلاء يتمنى ويتأسف الذي لم يذوق هذه الحلاوة، لأنه ذاق حلاوة المنهج فهو يحب أن يذوقوها. إذن المسألة مش مطلوب رسالي، ده مطلوب تاني، ده أمر زائد عن التكليف، أمر زائد عن التكليف. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. جمحت النار يعني اضطرمت ساعة ترى النار متأججة كده، يقول ايه؟ جمحت النار، تجمح اي ايه؟ اضطربت، ومعنى اضطرمت يعني اللهب فيها تداخل، ينتهي لهب يجي لهب تاني، ينتهي لهب يجي لهب تاني، ينتهي لهب يعني لا تنتهي الى خمود، لا تنتهي الى ايه؟ الى خمود، بل دائمة الايه؟ الهيجان والبريق واللمعان كده. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يطمئن رسوله سيدنا محمد حتى ييئسه من أن هؤلاء يمكن أن يكونوا معه، فلا يجب أن يشتغل قلبه بالطمع في إيمانه ولا بالطمع في رضاهم عنه. ليه؟ لأن هؤلاء حاولوا أن يدخلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل اللؤم ومدخل الكيد، فقالوا هادنا وهادن كتابنا حتى ننظر في أن نتبعك، ننظر في أن نتبعك.
فيريد الله أن يقطع عليهم سبيل المكر برسول الله. قال له إياك أن تعلم أنهم يسألونك هدنة ليؤمنوا، فهؤلاء القضية الثابتة فيهم لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى مش هم يشاوروا نفسهم على أن يتبعوا ملتك، لا، طب يا ريتهم يفضلوا زي ما هم وانت تفضل دهم. ده تساموا في العناد، تساموا في المكر لدرجة انهم يريدوا ان ايه، ان يأخذوك انت ايه معه، ان يأخذوك معه، يبقى انت تطمع في ان يكونوا معك، يبقى فيه مرحلة وهو ان لا تكون معهم وهم لا يكونون معك. لا، يا ريت المسألة تقف عند هذا الحد، ده لن يرضوا حتى ايه تتبع ملتهم، وملتهم يعني دينهم. طيب لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. ساعة ما تشوف تكرير الله لو ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، بس افرض اننا قلنا كده في كلام البشر، يبقى يتبين انهم مجتمعين على رضا واحد، انهما مجتمعان على ايه رضا واحد، كانهم هما متفقين، لكن ده هما مختلفين بدليل ايه، لن يدخل الجنه من ايه الا من كان هودا، ودوك قالوا لن يدخل الجنه الا من كان ايه، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على ايه، يبقى مختلفين ولا مش مختلفين. فكانه حين يقول ولن ترضى عنك اليهود ولن ترضى عنك النصارى، لأن رضا دول يخالف دول لأنهم مختلفين، لو كانوا متفقين كان يبقى إيه؟ رضا واحد، إنما ده هم مختلفين ويا بعض حتى تتبع إيه؟ ملتهم. ملتهم ديا، أيوة، نقول لك ما هي الملة والدين، الأمر الذي التزمت به ودنت وملت إليه ودنت به ولو كان باطل. ولذلك يقول في سورة الكافرون إيه؟ لكم إيه؟ دينكم فصنع لهم دينا ولي دين، مفهوم ولا لا؟ يبقى إذن الدين هو ما تدين به حق ولا باطل، ملته يبقى ملته كده الذي ملت إليه هو هذا. لكن الملة بتاعتهم دي يريد الحق سبحانه وتعالى أن يعطي لها الوصف الثابت لها. ما هو الوصف الثابت؟ حتى تتبع ملتهم، يعني حتى تتبع ملة النصارى إيه؟ يرضى عنك النصارى، تتبع ملة اليهود يرضى عنك الايه؟ اليهود. فستصير الى عدم رضا من واحد ان صادفت الرضا من الاخر، مش مدام مختلفين، مش مختلفين. امال ايه اللي يحسم من المسألة دي؟ قل ان الهدى هدى الله، ما علي بوفاق مع اليهودية ولا بوفاقي مع النصرانية، لأن دي يهودية حرفت ودي نصرانية حرفت، ولماذا ألجأ إلى ما فيه هذا التحريف وعندي هدى الله؟ إن الهدى هدى الله، يبقى الذي يجعلك واحدا في الحق أن لا تقول رضا هؤلاء ولا رضا هؤلاء، ما دام عندك إيه الهدى. هدى مين؟ إن الهدى هدى الله. وما هو الهدى؟ هو ما يوصله إلى الغاية، مش كده؟ مش ده الهدى؟ من أقصر طريق يوصل إلى الغاية، من أقصر طريق. لو أن من هدى البشر، كل بشر ده له هوى وده له هوى وده له هوى وده له هوى وده له هوى، لكن الله سبحانه وتعالى ملوش هوى في حاجة من دي أبدا، هوى مصلحتكم انتم، يبقى لازم يبقى شيء واحد ولا لا؟ ولذلك شو دقة الأداء بقى. طب الكلام إن الهدى هدى الله، وبقول لن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم، شوف وصف ملتهم إزاي. إن الهدى هدى الله ولئن اتبعت أهواءهم، يبقى ملتهم إيه؟ أهواء. ومدام أهواء يبقى كل واحد له إيه؟ له هوى. يبقى ومدام كل واحد له هوى يبقوا مش جميعا مرتبطين بايه؟ بشيء واحد. ما هو اللي خلاهم يختلفوا ايه؟ انهم مش ليسوا مربوطين بشيء ايه؟
شيء واحد، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي يلي أمرك ويحفظك أو ينصرك. خطاب لمن ده؟ خطاب لرسول الله. انظروا كيف يخاطب الله رسوله الذي اصطفاه، وانظروا إلى نجح هذا الخطاب في المراد من أمته. كأنه ده يخاطب محمد، والمراد مين؟ المراد الأمة. المراد لأن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين يمكن أن قلوبهم شوية، إنما الرسول عليه الصلاة والسلام ممكن يكون كده؟ ولئن اتبعت أهواءهم. وكأن الله حين ساعة تجيء لأمر من الأمور في ولدك وتقسو عليه وتنهره، يبقى الخدم والأتباع وولاد العم واللي مش عارف إيه، يقول لك ده شوف ده ابنه، ده بيقول لابنه. ده بيقول لمين؟ لابنه. إذن يبقى الباقي يبقى إيه موقفه؟ ولئن اتبعت أهواءهم. شوف بقى، قلنا الأهواء جمع إيه؟ هوى، مش كده؟ وبرضو المادة مأخوذة من الهواء، لأن الهواء متغير ومتقلب، وكل هبة من هنا وهبة من هنا وهبة من هنا، ما تنفعش الحكاية. بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي يحفظك أو ينتصر لك منه. أبدا يجي كده يحوشك عنه، لا يحوشنا عنه. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ما أعدل الحق وما أشد إنصافه. هو بعد الحملة العنيفة على أهل الكتاب وعلى المشركين، يحمي الذين لم يأخذهم تحريف التوراة، ويحمي الذين فكروا بالفطرة السليمة ليهتدوا إلى الإيمان، لتعلم إنصاف الله لخلقه، وليعلم الذين فكروا في أن لا يحرفوا، علموا الكتاب ولم يحرفوا، وليعلم الذين يعملون عقولهم الآن ليصلوا إلى الإيمان بمحمد وبرسالته، ليعلموا أن الله الذي ينزل هذا الكتاب على رسوله عليم بخبايا نفوسهم، لأن دي أمور بينهم وبين أنفسهم. كما قلنا سابقا في صيانة الاحتمال، لو أن الله لم يقل هذه الآية لقال الذين يقرؤون التوراة ويقرؤون الإنجيل بدون تحريف ويجاء لمفكرين في الإيمان برسول الله، يقول لك والحملة دي ازاي، كيف تكون هذه الحملة علينا جميعا ونحن كذا ونحن كذا، وربما تشككوا في نورانية صاحب الرسالة. لكن حين يخطفهم من هذه اللجة الطغيانية ويأخذهم كده ويسلهم من هؤلاء كما تسل الشعرة من العجين، ويعطي لهم آية تتوجهم أنهم فكروا تفكيرا غير منحل وغير منحرف، يقول يا سلام ما أصدق هذا الرسول، وما أعلم من يعلمه ومن ينزل إليه ذلك الكتاب بأحوال نفوسنا. هؤلاء جماعة جاءوا مع جعفر بن أبي طالب في سفينة، وكانوا 40 وجايين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يشهدوا بأنهم قرأوا التوراة غير محرفة وآمنوا بما فيها وصدقوا رسالته، لأنه مذكور فيها ذكرا يشير إليه بكل الأصابع. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، لأن فيه بيتلوه إنما مش حق التلاوة، يلون به ألسنته يحرفونه عن مواضعه، يبقى بيتلو ومسك التوراة كده ما شاء الله ومسك الإنجيل وعمال بإيه. إنما إذن حق التلاوة معناه إيه؟ أن لا تغير فيه شيئا، وأن تأخذه بعمق الفكر والتدبر والتأمل حتى تأخذ منه الحقائق صافية غير مشوبة بشيء من هوى البشر، ما دمت تريد أن ترتبط وترتبط حركة حياتك كلها بمنهج الله فافعل ولا إيه ولا تفعل. خذ عن الله بدون إدخال هواك في أن تحرف هذا لمرادك، لأن معنى التحريف إيه؟ أن تنقل شيئا عن حق إلى باطل تراه أنت في مصلحتك. أولئك يؤمنون به
ومن يكفر به، لازم ساعة ما يقول يؤمنون به يجيب المقابل لينشئ له حسرة، يجيب المقابل لينشئ له ايه؟ حسرة. كان لازم يقارن، لان الضد يظهر حسن الايه؟ الضد. وليعلم الذين آتاهم الله الكتاب فتلوه حق تلاوته ولم يحرفوه وآمنوا به، ليعلموا النعمة التي أنعم الله بها عليهم حين لم يحرفوا، لأن مقابلهم هذا إيه؟ مصيره. ومن يكفر به فأولئك هم الإيه؟ هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها إيه؟ شفاعة، ولا هم ينصرون. لو رجعتم إلى ما قلناه سابقا، إلى ما قلناه سابقا عند ابتداء الكلام عن بني إسرائيل في الآية 40، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهب. وبعد 6 آيات برضو، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما أيضا لا تجزي نفس. فالحق لم ينهي الجولة هذه، الجولة هذه لم تنتهي مع بني إلا أن يذكرهم بما كان قد بدأهم به، وكأنه يقول أنا لا أنتهي من الكلام معكم في هذه الجولة إلا أن أذكركم تذكيرا نهائيا، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، ومن قمة تفضلكم على العالمين أنني أوجدت في كتابكم التوراة آية تبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الفضل الذي يجب أن تعود. وقلنا هناك قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وبعد ذلك هناك ايه؟ ماذا قال هناك؟ لا يؤخذ منها عدل ولا ايه؟ ولا يقبل، لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ ايه؟ منها عدل. دي الآية الأولى، إنما هنا الآية دي بيقول إيه؟ لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. ليه؟ لأنني قلت لا تجزي نفس عن نفس، فإن أردت النفس الأولى يبقى السياق يناسبها في الآية الأولى، وإن أردت النفس الثانية يبقى السياق يناسبها في النفس الثانية، فكأن معنا إيه؟ نفسين اتنين، نفس جازية ونفس مجزي عنها. أما الجازية هي التي تتوسط، أول واحد ما يتوسط في شيء مش يشفع، فإذا لم تقبل شفاعة يقول وإن لم تقبل شفاعتي فأنا أتحمل العدل، خد من ما يقابل. ولكن النفس المجزية عنها تعمل منها إيه؟ تقدم العدل الأول، ما قبلش منها تقول اما اروح لواحد شفيع بقى يجيني. يبقى اذا عجز الآية هنا يناسب النفس المجزية عنها، وعجز الآية هناك يناسب النفس الايه؟ الجازية. وبعد ذلك ينتقل الحق بنا لجولة اخرى، هذه الجولة الاخرى تقف موقف تصفية الحساب بين اهل الكتاب وبين رسول الاسلام سيدنا محمد في الأشياء التي صار فيها الجدل. هم ينقمون أن يجيء الرسول من العرب، وكانوا يحبون أن تظل النبوة في بني إسرائيل، ولما القبلة تحولت برضو عملوا لهم ضجة. فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يصفي كل هذه المسائل تصفية جذرية زي ما بيقولوا من جذرها. إزاي؟ إبراهيم ده هو أبو الأنبياء صحيح، انتوا فاهمين ان لكم ضلع في النسبة لابراهيم ليس لنا؟ طب ما هو ابراهيم ابو اسماعيل ابونا ابو العرب، يبقى حين تجيء النبوة في العرب يبقى ما خرجناش عن كننا ابناء ابراهيم ولا لا؟ ايه المسألة بتاعتكم دي؟ يبقى اذا تصفية المسألة ان كل شيء يرون فيه انهم متفضلون يريد ان يبطله القرآن بانه لا حجة لكم في شيء من ذلك، تعصبكم للقبلة، تعصبكم لأن تكون النبوة فيكم. نقول لهم تعالوا بقى هنمسك قصة مين؟
أبو الأنبياء إبراهيم. وإذ يعني برضو واذكر، لأن إذ دي ظرف، لم إذ ظرف، يبقى واذكر إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أدي أول الدخول على موضوع سيدنا إبراهيم. وإن شاء الله إلى لقاء آخر نستكمل الحديث عن سيدنا أبي الأنبياء إبراهيم، والله المعين.